اي مشكله في المنهج؟ ايه كان شرح يعني وكده؟ لا عموما يعني الامور ماشيه معاكوا يعني لسه خلاص. الفكره ان احنا لسه ما بدأناش مذاكره. اللي ما عندوش راوند يحاول يخلص بقى لسه لحد اخر اسبوع وخلاص. اه ماشي يعني لسه ما خلصت درجه واحده. يعني هو احنا كده سمعناه كتير. يعني احنا بنحضر اللي هو بنسمع الشرح وبنكتب ورا حاجات كده بتخططي بتلاقيني بتعملي حاجات من دي. اوكي ما ده المفروض بس عشان انت ليكي شهر يناير بعد كده الشهر ده 25 يعني دلوقتي بيوفر يعني بيوفر اللي هو كمجهود ان انا هبدا من اول يعني ماشي بس خلاص بقى كفايه كده على الناس تتلم بقى هتتلم في الشهر وان شاء الله اول ما اخلص امتحان الجراحه انهم نازلين بمواعيد على طول 10 مواعيد كده مش لازم تحضرهم كلهم ماشي احضروا منهم بس يعني يومين ثلاثه كده بس سخنوا وافتكروا تخشوا في مود النساء اول حبه ايام وتبقى الصبح بتقعدوا اول اسبوعين بعد امتحان الجراحه بتتكلموا في الجراحه ومش عارف ايه حصل في الاطفال اذا ما حصل في الاطفال وبيعوا اللي هو وقت مهم جدا فاحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نلم المنهج كله تاني في 10 ايام ماشي في بعد امتحان الجراحه على طول ان شاء الله. انتوا بالنسبه لكم يعني في واحد بيشحن في يومين ثلاثه في واحد بيحضرها كلها غالبا الناس اللي ما حضرتش اصلا دي بتحضرها كلها اللي فيها. انتوا بالنسبه لكم بتبقوا يعني بس يعني مش باجي اتعامل اقول لك اكتبوا تذاكركم بريدنج كله على بعضه فيهم ميديكال كله بعضه على بعضه فيهم كده يعني. اللي هو نظبط كميه كبيره بحيث ان في 10 اعداد بس. الميزه ان انت هتراجع المنهج كله تاني في 10 ايام بعد الامتحان على طول طبعا في وقت يعني ايه انت هتخلصي المنهج كله في 10 ايام. فانت مش هتضيع وقت ولا حاجه يعني. وتبقى الصبح بقى موعدها في الاسبوع كفايه على النساء خلاص لحد اخر الاسبوع اللي ما عندوش راوند كفايه عليه وكفايه نساء كده لكن اللي عنده راوند بقى يقعد يذاكر بقى لحد لا احنا بقى يعني تقريبا يكون في 4 5 ساعات في مانجا بس ليه؟ الحصه بقى الشابتر كله ده بعد امتحان الجراحه لا حصه قصيره مش طويله ولا حاجه كويس بس النوع الجديد بقى من المراجعه لا انا فاهم بس انا قصدي هي حصه المراجعه مش نفس وقت تقريبا حصه الشرح هي الفرق نص ساعه يعني حاجه بسيطه هو برضه هيبقى نفس التايم بس هيبقى الموضوع بقى ايه اللي هو احنا عارفين انا عارف مش دي عادي هشرح لك تاني برضه بس بشكل معين هركز فوكس بقى على حاجات معينه بمعنى صح هطلع لك المنهج في 220 سؤال في 11 حصه كل يوم 20 سؤال بروح ده اللي انا بعمله بس وايام بقى نبقى نعمل بقى برضه حصتين كده حاجه اساسيه الامتحانات اللي فاتت دي الاكتيفيتي اللي لسه بتعمل فما تشيلوش هم لسه خالص انتوا كده تعبتوا بقى في كفايه انا كفرتكم لحد يوم الجمعه الجايه عشان يذاكر ذاكروا بقى موضوع الاكتوب احنا قلنا اكتوب ولا اكتوب اي حاجه يعني اثنين موجودين لو يقعد يطلع سكريشن ال اتش سي جي يعني زيه زي ايه؟ زيه زي التيومرز بينفيد بيميتاسس بيسبريد وكمان بيعمل سكريشن للهرمونز فده نفس سلوك التيومرز بالظبط عشان كده بتقول الهرمون دي تعتبر ايه؟ تعتبر تيومر لكن الخلايا بتاعت الفيزبل دي الخلايا نفسها بتاعت الميكروسكوب بتكون بيناين سيلز فده بيناين تيومر في الايه؟ في البلاسينتا يعني في الفيزبل دي كانت تبقى بلاسينتا بس هي ما جاش بلاسينتا ولا حاجه فده بيناين تروفوبلاستيك ديزيز كلمة توفلاس يعني بلاسينتال سيلز ده بناين توفلاستيك ديزيز ان ويتش الكورينج فيلاي اللي هي البلاسينتا العاديه يعني ريبليست اتغيرت وتحولت الى فيزيكلز بدل ما يبقى في كورينج فيلاي بدل ما يكون في بلاسينتا اتحولت الى فيزيكلز يعني اتحولت الى ايه؟ عنب يعني. طيب هنفهم برضه واحنا ماشيين كده ليه الكلام ده بيحصل؟ نقول كده الانسيدنس بتاعها او البريديسبوزنج فاكتور بتاعتها ده بحرف الايه؟ أول حاجة الإيج إيشيا فيتامين إيه والبريفيوس فيزيكال هرمون أول حاجة الإيج
الايج هو اكستريم اوف ايج. اكستريم ده يعني واحده اولد قوي او واحده يانج قوي، يعني فوق ال 40 سنه او تحت الايه 18 سنه كده. ماشي. تاني حاجه ايش ايش اللي هي قاره اسيا، يعني موجود في قاره ايه؟ قاره اسيا اللي هو خصوصا الفلبين بالاسم كده، لكن جنوب شرق اسيا عموما ساوث ايسترن، ساوث ايسترن اللي هم ماليزيا واندونيسيا وكده، بس هم بيخصوا بالذات مش عارف اشمعنى الفلبين. يعني فيتامين ايه ديفشنسي، هي مش معروف فيتامين ايه بقى، ما هي مال نيوتريشن ولو سوشيو ايكونوميك، خلاص في ناس ربطتها يعني بالفيتامين ايه مع تقريبا عشان يخلوها حرف الايه يعني، خلاص في الفيتامين ايه او المال نيوتريشن بشكل عام بقى، مال نيوتريشن و فيتامين ديفشنسي ولو سوشيو ايكونوميك. طيب لو في برضه بريفيوس بزيكلامون يحصلها بزيكلامون مره ثانيه، يعني ممكن يحصل ايه؟ ريكامنت بدل بريديسبوزنج فاكتورز. طيب بالنسبه لل نيك ذا اي بقى، قصدي الباثولوجي، الباثولوجي يعني سايت ستراكشر للنيك ذا اي، ستراكشر للميكروسكوب، تمام معايا؟ كومبليكيشن انسيدنس. خلصنا ناخد بقى الايه؟ نقدر السايد يلا. بالنسبه للسايد هو الزيكلوم الموجوده في الفيليت اصلا يبقى فيلينج زي تراين كافيتي. بالنسبه للنيك داي نوصف الفيزيكولا زيكلوم اربع كلمات في الزيكلوم في النيك داي، اول حاجه فيهم انا كويس ان اربع كلمات في الزيكلوم ده عباره عن الست حامل في ايه؟ فيزيكلز جريد لايك فيزيكلز كده، بدل ما يطلع فيها سوبر سنتا اتكون ايه فيزيكلز؟ التري ديسبوزنج فاكتور بتاعتها الايج اكستريم اوف ايج، واحده عندها اكثر من 40 سنه او سنها اقل من يعني 15 سنه 18 سنه. بعد كده قاره اسيا جنوب شرق اسيا دي اللي بيحصل اللي هي الفلبين. ماشي. في بعد كده فيتامين اي ديفشنسي، فيتامين اي ديفشنسي كده بريفيوس بزيكلامول يجي لها فيتامين ديفشنسي يعني وما يقولوش شوك مان. بعد كده بيبدأ في زيكلام، نخش بقى في الباثولوجي بتاعه السايت الفيزيكال، هي موجوده فين؟ موجوده جوه اليوتراس، الفيزيكال موجوده جوه اليوتراس ده السايت. بالنسبه للنيك داي، النيك داي هوصف حاجتين، هوصف اليوتراس وهوصف الاوفري. اليوتراس فيه ثلاث كلمات، ان هو فيه بقى لارج ويحتوي على فيزيكالز وحاله خاصه اسمها انكمبليت، يعني الزيكلام هوصف مين؟ هوصف اليوتراس ومون هوصف الايه؟ الاوفري. اليوتراس بيبقى لارج دي اول كلمه. ثاني حاجه يحتوي على فيزيكلز، يحتوي على فيزيكلز وحاله خاصه اسمها انكمبليت. يبقى ثلاث كلمات في اليوتراس، اليوتراس لارج يحتوي على فيزيكلز وانكمبليت مون وهو يعني. طب الاوفري في حاجه اسمها ليوتين، ليوتين او اسمها سيكا ليوتين سيس. هنقول اربع كلمات بقى نبدا. أول حاجة لارج، يبقى اليوتراس بيكون لارج في السايز بس بشكل إيه؟ سيميتيكال، سيميتيكال إيه؟ لارج. يبقى نعرف شو هي الحاجات اللي بتعمل سيميتيكال إيه؟ لارج اليوتراس.
تاني حاجة يحتوي عليها الفيزيكالز. هنوصف الفيزيكالز دي تاني كلمة. الفيزيكالز عامل ازاي؟ جايب بايك عامل زي انا فايبر سايز اتاتش تو ايتش اذر اتاتش تو الروم فاريدوس تحتوي على كلير ووتر فلويد. احيانا بقى بالانفيد الوول اوكسيبتورز ساعتها بيسموها انفيسيف وول. واحيانا كمان بقى تخش تخرج من الليتوس خالص تعمل بيرفويشن بلوتوس اسمها بيرفويتنج وول. مش طب اسمها غريب ده خط صغير ماشي بس اسمها بيرفويتنج وول. واحيانا بقى كمان بقى تعمل ميتاسيس وتخش جوه الايه بلاد تخش فين تخش فين فين وتوصل للبلن يعني تعمل بلمونيا بوليس تعمل تس بس ما هي ميتا استفايزين بالمونيا ده كل وصف الايه وصف الايه. طيب برضو حاله خاصه ان دي المفروض نتكلم عنها دايما ان في انكمبليت مود. يعني ايه انكمبليت مود؟ بقى اللي هي باوش المود انكمبليت مود اللي عباره عن فيتاس التون موجود وبلاسينتا اتكونت بس حتى بلاسينتا هي اللي بقت فيتاس. انكمبليت مود ده فيتاس وبلاسينتا وفي كمان فيزيكلز ثلاث حاجات مع بعض. اخر حاجه الاوفري ما ننساش الاوفري دايما الاوفري بيتنسى في الطفل. الاوفري يعتمد على ليوتين سيست اسمها فيكا فيكا ليوتين سيست. ده ايه سيكا ليوتين سيست دي؟ مش الاوفري فيه فوليكلز بلعيه موجود اصلا في فوليكلز كان صغير بس عشان الفيزيكال مود دي بتطلع اتش سي جي هرمون فالاتش سي جي بيستيميليت الفوليكل دي انها تكبر بقى فتكبر. يعني بعد فوليكلز كبرت سببها ايه؟ سببها زياده الاتش سي جي. ست لما يجي لها زياده في الاتش سي جي بيتكون سيكا ليوتين سيست. يعني السيستات دي فانكشنال فانكشنال سيستس نوعها فانكشنال سيستس بسببها زياده في الايه في الاتش سي جي. يعني علاجها ايه؟ احنا خدنا قبل كده علاج السيست فانكشنال سيست في الاوفيان تيومرز سيفرنج بتاعنا معلش نوتي بمعنى صح الزيكولا هنا باليوتراس اليوتراس اهو اوفر اليوتراس في ثلاث كلمات لارج وفيزيكالز وانكومبليت الاوفر في ليوتين سيفرنج. طيب بالنسبه للميكروسكوب اي كلام الميكروسكوب هو الميكروسكوب لو قلت انا الفيزيك دي عباره عن بلاسينتا سيكس اللي اسمها ايه بقى؟ سنسيتيف بلس وسايتوتوف بلس. الطبيعي السنسيتيف والسايتوتوف يبقوا طبقتين اثنين بس هنا بقى مالتيبل لايرز بس ففي مالتيبل لايرز اوف سايت واند سنسيتيف بلس المفروض الفلاير عليها عامله كده طبقه سنسيتيف وطبقه ايه سايت وفي هنا ميزولير وفي هنا بلاد فيزيكس. طب الفيزيكالز لا يعني ممكن تبقى جهاز اوسان يبقى انسيسيبل بلاس كده ومفيش ميزولير خالص موجود فيها او معنى صح بيحصل له هيدروجيك ديجنريشن تحول لميه في نفس الوقت مفيش بلاد فيزلز. هي بلاد فيزلز هتغذي مين يعني؟ مفيش فيتاس اصلا عشان يتغذى وبالتالي ابسنت بلاد فيزلز او سكانتي بلاد فيزلز بس. فلاني ده اي ومايكروسكوب كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر بتاعت الفيزيكلا كم بالكشن معلش كشن أول سلام عليكم بالكشن بعد ذكرنا الكشن تبع إحنا خلناه ما كده أطلع عليه شو لنا بتنفيل لون انفيز انفيز لون ممكن بيرفيت بيرفيت لون ممكن بتأسس بتأسس لون ممكن تحول لمالجنسي اسمه المالجنسي في البلاسينتا سيلز كوري باسونوما ممكن تعمل كوري باسون ممكن بالحمل اللي جاي يحصل بذكرنا مون تاني اسمها ريكانس وما في الإتيولوجي. الفيزيكال دي بقى برضه ممكن تعمل بليدنج اللي بقى الفيزيكال ماسكه في الوجه بتاع اليوتراس اول ما يحصلها ديتاتشمنت مكانها يقعد ينزل بلاد ممكن تعمل بليدنج واحيانا بليدنج يبقى سيفير كمان ممكن تبقى شوك ممكن تعمل بليدنج وشوك وممكن تعمل انفكشن اي بلاد يعمل انفكشن معاك. طيب في بقى ثلاث حاجات هايبر بتحصل مع الفيزيكال دي الجديده بقى بالنسبه لنا دلوقتي هايبر تنشن وهايبر انسس وهايبر سايبرز ثلاثه هايبر بيحصلوا مع الفيزيكال تمشي كومبليكيشن تمشي كلينيكال بيكشر هايبر تنشن اللي هو البيكلابسي وهايبر انزيس يعني فومتنج وهايبر سايروليزم سيتوكسيك مانيفستيشنز ده بسبب زياده الاتش سي جي غالبا هم مش عارفين عشان كده سموها اسوشيتد سموها اسوشيتد او انكريز انسيدنس اوف الثلاثه هايبر. طيب في كومبليكيشنز برضه ثانيه انها ممكن تعمل ميتاسيس يعني قصدي تعمل بالون امبوليزم يعني ممكن برضه من الكوميونيكيشن في حاجه اسمها كوميونيكيشنز اوف تريتمنت انا اخش واعمل ايفاكويشن للفيزيكالز وانا داخل بالالات ادخل عشان اخرج بليدنج اعمل انجري ماشي كوميونيكيشنز. طيب بالنسبه
الانسيدنس. خلاص الانسيدنس هو هنا رقم مش ثابت في حته يعني مش مهم، يعني في ناس تقول واحد على 200 في الويسترن وواحد على 1200 في الايسترن، احد الارقام في ناس كانت تانيين جايبين واحد على 1000. خلاص ما حدش يقدر يعمل كده ولا يبقى مش ثابت ولا يبقى مش يلا أول صفحة الجرامون، أول صفحة أول صفحة هاي ماشي بس أول صفحة انا متعنا الفيزيك هرمون او الاسم التاني بتاعه هيداتي فورم هرمون الديفينيشن، لان ده ست حامل في فيزيكلز بدل ما تكون حامل في ايه في كوينيك فيلاي او في بلاسينتا. طيب الاتشيرجي او البيلز بنفكتور حاجات بحر خمسيه الايج اكستريم ايج او صغيره، والتاني حاجه قاره اسيا موجود في الفلبين، بعد كده سوشيو ايكونوميك لو سوشيو ايكونوميك لو نقص فيتامين اي عشان تبقى حرف الاي يعني كده، لو في بريفيوس فيزيك هرمون يجي فيزيك هرمون مره ثانيه. بعد كده الميل اي اللي تحتوي على فيزيكلز جريب لايك فيزيكلز، يبقى اللي تحتوي على جريب لايك فيزيكلز، بس الفيزيكلز دي ما تقعدش في اليوترس، بتبدا تنفيد الوول ده اسمها انفيسيف، تخرم الوول بقى اسمها بريفوريتنج، تعمل ابشر يوترس، بعد كده تعمل ميتاسيس وتخش في الفينز يبقى اسمها ميتاستايزنج، والاوفر في نفس الوقت بيبقى فيها حاجه ثانيه اسمها ايه بقى الحاجه الثانيه دي؟ في سيكاريوتينسيس الاوفر يحتوي على سيستات اسمها ايه السيكاريوتينسيس دي؟ دي بتبقى فانكشنال سيست وما بتتعالجش سببها زياده الاتش سي جي هرمون، وفي حاله خاصه كده من فيزيك هرمون ان يبقى في فيتاس وبلاسينتا موجودين مع الفيزيكلز. بالنسبه للميكروسكوب هي توفولاسيك سيلز عاديه خالص بتاعت البلاسينتا، لا في نفس الصفحه الميكروسكوب هتلاقي في مالتيبل لايرز اوف سايتو اند سنسيتو توفوبلاست، بس طبقه الميزوديرم بيحصل لها دي جينيريشن والبلاد فيزيكس ما بتبقاش موجوده، يعني ما فيش فيتاس اصلا عشان يروح له بلاد سبلاي يعني. ماشي في بعد كده خدنا برضه اشتغل بتاعت ايه كومبليكيشنز كومبليكيشن لسه قايلين حالا انها تنفيد الوول باليوتس اسمها انفيسيف او تخرم اليوتس اسمها بيرفويتنج او تعمل ميتاسيس وتروح للان، وممكن تحول لمالجنسي اسمه كوريو كارسينوما، وممكن تعمل بليدنج او انفكشن او شوك. خلاص وثلاث حاجات هايبر مش معروف سببهم ايه بالظبط اللي هم هايبر ايه؟ هايبر تنشن وهايبر امسس وهايبر سيستيزم. هايبر تنشن في الحمل اسمه بريكلامسيان، ممكن يحصل بريكلامسيان وهايبر امسس وهايبر سيستيزم، غالبا الكلام ده سببه زياده الاتش سي جي هرمون. واخر حاجه هي انه يبقى في كومبليكيشنز للتريتمنت، وانا داخل جوه اليوترس افضيه اليوترس بيكون سوفت سيمتريك انلارجر سوفت، واحيانا بتنفيد الوول، فبالتالي وانا بفضيه ممكن اخرج اليوترس اعمل بيرفوريشن، ممكن ادخل انفكشن اخرج بليدنج او اعمل بيرفوريشن او انكمبليت ريموفال اشيل شويه فيزيكلز ويتبقى الفيزيكلز موجوده. دي كومبليكيشنز بتاعت الفيزيك لامبر ده اللي احنا قلناه. طب نخش بقى في الكلينيكال تايبس او كلينيكال قصدي الباثولوجيكال تايبس، يعني الباثولوجيكال تايبس برضه قلناها اللي هي انفيسيف بيرفوريتنج ميتاستايزنج. وفي بقى هنا مقارنه مهمه جدا جدا، المقارنه دي مهمه جدا، سؤال ما بين الكومبليت مول والبارشل مول اللي هي انكمبليت مول، ده مقارنه مهمه. ماشي حاجات كتير عارفينها في المقارنه دي مزيان كده، كومبليت مول هي all are physicals صح؟ لكن بارشل مول والله فيها physicals فيها فيتاس وفيها بلاسينتا، يعني في بلاسينتا وفيتاس بس في كمان زياده كمان ايه بقى في حته physicals. طيب بالنسبه لكل واحده ريزلت ازاي؟ هذا اللي مهم ريزلت ازاي؟ هنا الكومبليت مول لو دي فالوبيان تيوبس هنا اوفم حصلها فيرتلايزيشن باي تو سبيرمز، اثنين سبيرمز عملوا فيرتلايزيشن اوفم في ده 23 في ده 23 والاوفم ديد اوفم، اثنين سبيرمز اتخانقوا على ديد اوفم. طب ديد اوفم يعني ايه ديد اوفم؟ هنا ديد مش بمعنى ديد يعني ديد يعني بمعنى امتي امتي اوفم مفيش فيها كروموزومز، فبالتالي اللي اتكون الزيجوت كام كروموزوم بقى كده؟ الزيجوت 46 كروموزوم بس اكس اكس ممكن اكس واي، السبيرم في سبيرم اس اكس وفي سبيرم واي صح؟ ما ينفعش واي واي، فهو هنا عدد الكروموزومز لو 23 بيسموها هابلويد، لو 46 اسمها ديبلويد دايبلويد او ديبلويد.
طب لو الكروموزومز 69 اسمها ترايبلويد، عارفين المسميات دي؟ فهنا الكروموزومز بتبقى ديبلويد، ديبلويد نمبر، ولكن اول ار باترنال. يعني المشكله مش في العدد، المشكله في الايه؟ في السورس. ما فيش واحد يبقى له ابين، ما لوش ام. طب هتنقسم، هتنقسم، هو 46 ينقسم ودول عادي، بس هو بينقسم بقى يطلع عيل مشوه بقى، بدل ما يطلع عيل اصلا بيطلع ايه؟ يطلع عيل بقى مجنون. فهمت الفيزيك دي جت منين؟ يعني كاني بقول كروموزوم الايه؟ ديزيز يعني. مشكله خلل في الكروموزوم. طيب الثانيه بقى اللي هي الباوشن مول، الباوشن مول دي بتبقى اثنين سبيرمز اتخانقوا على اوفم وعملوا فيرتيليزيشن ليها في نفس الوقت. بقى 23 وده 23 والاوفم 23، يبقى الناتج 69 كروموزوم اكس 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 او اكس اكس واي او اكس واي واي، يعني بيسموها تراي ايه؟ ترايبلويد. ترايبلويد الثانيه ديبلويد، لكن دي ترايبلويد، ترايبلويد. طيب المنظر بالالترا ساوند، المنظر بالالترا ساوند بيسموه سنو ستورمي ابيرانس. شفناه في الراوند ولا لا؟ مش فاكر خالص. سنو ستورمي ابيرانس اوكي. طب الثانيه هي برضه نفسها سنوستورم، بس هتلاقي فيها ايه؟ فيتاس مونت، فيتاس بلاسينتا، وفي سيستيك سبيس برضه هي سنوستورم ابيانس برضه، بس يعني ايه؟ مش في كل اليوترس، مش اليوترس كله مليان، في فيتاس موجود وفي بلاسينتا موجود، في سيستيك سبيس اللي هي برضه سنوستورم ابيانس برضه. طيب خلصنا ده الايه فيها، شايفين الكلمه سنوستورم دي هاني كام؟ في ناس بتقول عليها هاني كام بقى، في دكاتره بيقولوا عليها هاني كام، ماشي، بس واحده فيهم سنوستومي اما هانيكام. الناس شايفينها خليه نحل، الناس شايفينها هو نفس الشكل، بس الناس بتقول ده خليه نحل، الناس تقول ده ايه؟ عاصفه ثلجيه. اوكي. المشاكل اللي بتبقى اسوشيتد مع اللي هي الكومبليت مول اكتر من الانكومبليت مول، يعني فاكرين اللي هو الهايبر تنشن والهايبر امسس والهايبر سيوليس، الكلام ده مو كومون مع الكومبليت مول، لكن ليس كومون مع الايه؟ مع الباوشن مول. فاكرين الاتش سي جي مش قلنا بيبقى اكتر من 100,000؟ ومدينا الايدج اكتر من 40 سنه، الكلام ده موجود مع مين؟ مع كومبليت نوب اكتر، مش مع الباوشن نوب. فهنا الاتش سي جي بيكون اكتر من 100,000 ومدينا الايدج اكتر من 40، عشان كده بقول للناس دايما ده بيبقى الكومبليت نوب دي ده اكتر من 140، اكتر من 100 دي نقطه، واكتر من 40 ده مدينا الايدج. سلام. ناخد بقى الكلينيكال بيكشر، مقارنه دي مقارنه كومبليت مود وباوشن مود. كلينيكال بيكشر سيمتومز او ساينز، بالنسبه للسيمتومز، سيمتومز اوف ايليو بريجنسي موجوده مثل حظنا. ايه سيمتومز اوف ايليو بريجنسي؟ الست جايه سكندري امينوي، بعد كده يجينا ايه؟ النوزيا والفومتنج الصبح مورنينج سيكنس، ده هنا الفومتنج اكثر من الطبيعي كمان، وعندها لا مش كويكنينج، كويكنينج ده مش سيمتوم في اللي بيجي خالص، مش ايفر كويكنينج ده سيمتوم، بس ايه ليت عند الشهر الخامس. سيمتوم في اللي بيجي يحفظهم هي مره واحده سكند امينويد، بعد كده كريفنج بتوعهم، بعد كده في عندها اوتيد تشينجز يحصل لها نوزيا وفومتنج، نوزيا وفومتنج الصبح او صحيح النوم، واخر حاجه ايزي في الايجابيلتي هم الاربعه دول اللي بتحفظهم. بس الكلام ده موجود هنا. اوكي. تاني حاجه بقى انها اول حاجه يعني ابنورمال بقى يجي لها بليدنج، ده تاني سيمتوم لو اول حاجه ابنورمال لو يجي لها بليدنج. وصف البليدنج ده ان
يعني ثلاث كلمات هي كلمة مهمة. هو due to detachment of viscous دي أول كلمة. variable في الأماونت دي كلمة كلمة. الكلمة الثانية بقى هي المهمة بقى وصف البلد ده بقى. البلد نازل فيش بلد كده ولا مش فيش؟ هو مش عارف ما بقاش فيش لأنه دارك كده وبيبقى إيه مخفف بمية. فبالتالي البلد ده بيبقى عامل زي البون جوس ديسشارج عامل زي عصير الخوف. دي الكلمة المهمة بقى. البلد نازل ازاي عامل زي البون جوس مش الفيزيكال فيها مية فلما بتهبش بيبقى الدم نازل مخفف بمية ففي بون جوس ديسشارج عامل زي عصير الخوف. طيب في بعد كده بين في بليدنج وفي بين من السيمبتومز برضه بيبقى في ديسشارج اوف فيزيكلز هي اللي تقول لي كده في حاجات زي العينه كده بتنزل من الفاجينا بينها ناخده كاسم وخلاص ماشي يبقى بين نتيجه ديستنشن لليوترس نتيجه ان في اوفيريان سيست نتيجه نات انفيدد وول دي كلها تفسيرات للبين يعني. طيب في بعد كده الديسشارج اوف فيزيكلز تقول لي في حاجه زي الفيزيكل بتنزل من الفاجينا في سيمتومز برضه كمان ابدومينال سوينج بطنها اكبر من الطبيعي كانها في الشهر التاسع بالظبط مع ان هي لسه في الشهر الثاني في ابدومينال سوينج فكان الحاجات الاسوشيتد ما هو برضه دي تمشي للسيمتوم بقى يعني اسوشيتد ويز هيبقى تنشن هيجي لها هيليك يعني هيبقى انزس ده سيمتوم هيبقى سيوديزم يجي لها بقى بالبيتيشن وسويتنج وكده. طب بالنسبه للساينز هي نفسها بالظبط يعني الساينز اوصل للسيمتومز كده كلهم وصل بعض زي ما في symptoms في pregnancy في signs of early pregnancy زي ما في symptoms bleeding or pain ده signs في shock زي ما في symptoms surgical physicals هنا بقى في signs visualization للphysicals زي ما قلنا في symptoms abdominal swelling في signs abdominal examination في easy ولا difficult palpation ما فيش خالص palpation لأي حاجة يبقى ما فيش palpation لأي fetal pulse ولا في fetal movement ولا في fetal heart sound كلامي طبعا على يكون بريك مول وفاندا ليفل هنا يكون طبعا معلومه مشهوره فاندا ليفل اعلى من البيريود اوف امينو هنا كلامي على يكون بريك فهنا فاندا ليفل يكون اعلى من البيريود اوف امينو هنا وممكن احس ادينيكسيا ماس بس ادينيكسيا ماس غالبا مش بالابدومينال بقى المفروض بالايه؟ المفروض بالبايمانيوال يعني لوك طبعا ممكن عشان الفيزيكلز عامله ديستنشن للبيتس وعشان الهرمون بيبقى عالي جدا فبيكبر حجم البيتس. طيب الفكره ان حاجات الاسوشيتد برضه تبقى في شكل سانس هيبقى تنشن هيبقى ضغط ثاني عالي هيبقى انسس وهيبقى سايوريزم ورا دي هيدريشن دي هيدريشن او بومبنج هيجي لها دايجريشن هيبقى انسس والهايبر تنشن ده هايبر تنشن وجوتنويا يعني ده اللي هو الاكلامسيا لا ساينس اوف ايرلي بريجنسي دي اسمع علماء اللي هو الشادويك بس مش كله يمشي ما تخليش حاجات فيها بالبيشن يعني مثلا عندك جودل وشادويك وكلوب دول احسن اكزامبلز ما تقوليش ده اصلا مثلا كلوب كده اطلع الفلفه شادويك ماشي ده بتاع الفاجينا بس الكلر بتاعها يعني وجود اللي هو سوفت سيرفس. طيب خلصنا ايه السيمبتومز والسايت انفستيجيشن انا قلتها يا عقاب ايه انفستيجيشن؟ اصغر ولا جاس او عميقه؟ طب ال اتش سي جي ليفل هي عالي جدا اكتر من 100 واحده بس اسمها ام اي او ملي انترناشونال يونت بملي المهم اكتر من 100000 ديفينش الديالوز 50 تقول له عنوان مميز افراح اذر كوزز اوف نشوف كده اهم ساينز واهم سيمتومز قبل كده يعني اذر كوزز بليدنج في الايريا بيج بس ازاي ابوشر ريكتور طب اذر كوزز اوف بين في الايريا بيج بس ازاي اكتوبيك وابوشر انتوا بالكم في البليدنج قلت ابوشر في البين قلت اكتوبيك لان البي خفيفه في الابوشر يبقى بليدنج بتقيله في الاكتوبيك يبقى ايه يبقى بين الترتيب بتاعه مهم. طيب في برضه اللي هو ايه اسباب الفومتنج؟ ايه اسباب الفومتنج؟ اسباب الفومتنج حاجات كتير. بيزك لامون موضوعنا اوفيريان سيست ممكن. فايبويد اللي بيحصل له دي جينيريشن كان اسمه ايه دي جينيريشن؟ والمالتو بريجنس يعني مالتو بريجنس اللي هو؟ التونس. التونس.
مش مالتي باور، مالتي بول بيزنس نتوركس غير مالتي باور حاجه ثانيه. المهم اتفضل ليفل اعلى بالبيلو الثمانيه في حاجات ثانيه كتير زي التوين. التوين شبه البسيكرامول جامد جدا كلينيكال، الاثنين بيوجعوا الاثنين بيجيلوا هايبر تنشن الاثنين بطنهم كبيره، ممكن تقول هي لامس، ممكن ماكروسوميوس other causes of snowstorm appears. ايه الحاجات اللي بتعمل snowstorm appears؟ degenerated thyroid. degenerated thyroid دي حاجة تانية اللي بتعمل. وكتب مستر روشا ولا حاجة؟ هو مش كده. مستر روشا مش صح. هي degenerated thyroid اللي بتعمل snowstorm appears. تمام خلصنا كده ايه definition diagnosis. احنا عندنا بقى هو treatment. الزيت العمول هعمل ايه؟ هعمل ايه evacuation بس هتوقع في بيتها يعني زيها زي الابوشن والتابع لازم فلو يعني تيو كنت هو اسمش evacuation and دي مهمة جدا بقى فول اب. فول اب لوحده لو في الزيت العمول فول اب لوحده المسؤول عليه مخصوص كده فول اب وزيت العمول سؤال فالسكش evacuation كلمتين فول اب كلمتين نقول السكش evacuation ده done if there is the size of the uterus. فكل حالات الزيت العمول لازم اعمل سكش evacuation. المهم شوية بريكوشنز بقى قبل السكشن اثناء السكشن وبعد السكشن كده. قبل السكشن دخلها الهوسبيتال اجهز لها بلاد اعمل بلاد سنتريفيوجن اديها اوكسيتوسين ده الكلام ده ايه قبل. طب اثناء بقى بعمل ايه؟ بفتح السيرفكس عارفين الاله اللي بتفتح السيرفكس اسمها ايه؟ دايليتور. وبعد كده هخش بايه بالسكشن بقى عارفين الاله اللي بتعمل سكشن اللي هي الام في اي شفتوها؟ يعني بقى اسبيريشن وفي ممكن جهاز شفاط بقى لو مش عندي بعمل لها سكشن ايفاكويشن يا اما بالسكشن ابايتس يا اما بالايه بالام في اي من الباكيال اسبيريشن. زين اخد اللي انا عملت له سكشن اللي بقى ابعته للمعمل يحلل هيستولوجيكال اكزاميشن شو بيضا قبل واثناء وبعد ماشي سكشن ابايتس الام في اي او سكشن ابايتس بدل ايه وسائل السكشن. وبعد كده بحلله بقى هيستولوجي اسمها هيستوباثولوجيكال اكزامينشن اتش بي اي هو هيستوباثولوجيكال اكزامينشن شو بيبقى؟ يبقى قبل واثناء وبعد. قبل هوسبيتال سيتوسين افيلابل بلاد اثناء اعمل دايليتيشن وسكشن ريكريشن وانكريز دايما. كيوتاش دي برضو عشان بس الكتاب كاتب كيوتاش تقريبا او ده كلام مش صح قوي يعني او كلام ممكن يفهموه غلط وقال جنتل كيوتاش بعد ما بخلص الكلام ده برضو يعني ايه ماشي وصلت للتسويق مش انا جبته خلاص بقى مش بعد كده بعد السكشن بتعمل هيستولوجيكال اكزامينشن. طب ايه الكومبليكيشن بتاع السكشن؟ احنا قلنا شويه ادخل الانفكشن اخرج اعمل انجري او ايه الكومبليكيشن؟ انجري ايه بريفريشن يعني خلصنا السكشن وفي وسائل ثانيه للتريتمنت بس الكلام لو قلناه ممكن يحسبوه لنا غلط اصلا يعني ممكن اعملها دي ان بي سي دايليتيشن وايفاكيوشن باي عارفين الاوبن فورسز على شبهها بقى واحده واحده كده هو عامل في تشخر من يطرس ومش هشيلها طبعا ده كلام مش هيحبوه خالص مع انه مكتوب كده بس الكلام مش صح. طب في وسيله ثانيه برضه لو قلتها برضه مش هتعجب اللي هي الاستوتومي. الاستوتومي يعني ايه؟ يعني انا فتحت السيزيريان سكشن ده انا كده بنشر الفيزيكالز بايدي لما افتح السيزيريان ما اسمهاش سيزيريان اسمها استوتومي لو فتحت لها يبقى انا كده بنشر الفيزيكالز هيستوتومي از دان. ده الكلام ده لما يكون ايه فيلد بقى الكلام اللي فيه لو انا السيرفكس مقفول مش هقدر افتح او مش افيلبل عندي ان انا اعمل لها سكشن ساعتها بعمل هيستوتومي كلام مع الورق بس كلام غلط اصلا اقوله. طب هيستريكتومي بقى هنا هيستريكتومي ماشي اه هيستريكتومي الانديكيشن العامه بتاعتها دايما واحده اولد كوميونيتي فاميلي مش عايزه تشيلدرن سنها اكتر من 40 سنه وكوميونيتي فاميلي مش عايزه تشيلدرن وعندها ذكرى مول. طب انا ليه اعمل لها سكشن او ليها على حاجات تانية ممكن ده بسبب بليدنج او كل كسره فيما بعد هيستريكتومي على طول او سيفير ان كنترول بليدنج دي انديكيشن جنرال لاي هيستريكتومي. طب ايه اللي ليه ودي مهمه بتيجي في الاسئله بتيجي سؤال سيكاريتنسيس السؤال جاي عشان نو تريتمنت سيلف ليميتد خلاص بقى سيكاريتنسيس ما تبعدش الفولو اب بقى الفولو اب لان كده المده بتاعت الفولو اب المده قد ايه؟ تروح تتابع الحمل بعد الايفاكيويشن تروح تتابع لمده سنه كامله 1 يير ده فولو اب فور 1 يير في خلال السنه دي بقى بعد اقيس البيتا اتش اس جي يبقى ثلاث حاجات بيتعملوا في خلال السنه دي
بعدين كده اول حاجه السنه كامله لازم في خلال السنه دي نو بريجنس كونتراسبشن. ايه احسن وسيله كونتراسبشن تستخدم؟ هي السي او سي. طب وما الحل؟ سي او سي. المهم بعد اعمل بقى ايه في السنه دي؟ رقم واحد سيريال ميجرمنت للبيتا اتش سي جي. رقم اثنين اكسكلود لانج ميتاستاسيس. رقم ثلاثه اكسكلود كوريو كارسينوما. دول الثلاث حاجات نبدا كده زي الميجرمنت للاتش سي جي. كل قد ايه؟ هنمشي على الكلام اللي في الكتاب. يبقى كل قد ايه؟ مبدئيا كده كل اسبوع. في ناس بتقول كل اسبوعين، يعني كل واحد الاثنين دول. بس المهم لحد ايه بقى؟ لحد ما يبقى ثلاثه نيجاتيف. الاسبوع ده نيجاتيف اتش سي جي، واللي بعده نيجاتيف، واللي بعده نيجاتيف. ثلاثه سكسسيف نيجاتيف. بعد كده كل 1 مانث لمده قد ايه؟ لمده 6 مانث. مش كده بجد كده؟ يبقى كل شهر بعد كده لمده ايه؟ يعني 6 مرات كده 6 شهور. كده كده ولا مش كده كده؟ يبقى هنصلح اي عكس كده. بعد كده الجمله اللي انا زودتها لي ده بيبقى كده كده مش كده. طيب ده المفروض ان هو بقيسه كل قد ايه؟ هو المفروض يبقى نيجاتيف بعد قد ايه اصلا؟ المفروض يبقى نيجاتيف بعد قد ايه؟ 70 يوم. هو 70 يوم يعني حوالي هو 8 شهور ل 10 شهور. هو الكتاب كاتب من 6 ل 12 من 4 ل 12 من 9 ل 12 10 اسابيع. ايه هو للاسف بتيجي في الانس كيو ان الاتش بيبقى نيجاتيف بعد بيديك اختيارات ايه؟ الارقام كلها شبه بعض. يعني بيجي في الاختيارات الست ثمانية والعشرة وال 12. انا ما عنديش الاجابه بصراحه. يعني 10 و 12 مكتوبين في الانس وال 8 كمان. مكتوب هنا 6 8 مكتوب هنا كمان كده 8. الارقام كلها شبه بعض. مش عارف بالظبط هو كام هم عايزينه ايه. انا اخدت الافرج كده وكتبت 10 يعني بالنسبه لي انا، بس ممكن تبقى الاجابه 8 ممكن تبقى الاجابه 12 انا ما اعرفش. فين ال اتش دي بيبقى نيجاتيف بعد الابورشن؟ اسبوعين. بعد الولاده باسبوع. بعد الزيج هرمون 10 اسابيع. يعني هنا 100,000 بيقلوا في السنه. انتوا مش عارفين ال اتش دي بيبقى عامل كده الكيرف بتاعه؟ يعني الابورشن 50,000 مثلا او 10 اسابيع كده يقل صفر ياخد اسبوعين. لكن الحمل نفسه من 5,000 في الصفر فده في الاسبوع واحد بس. اما الزفر هو من 100,000 100,000 عشان يقلوا صفر بياخدوا حوالي 8 ل 10 بيكس. اوكي ده اتش سيريال ميجرمنت للاتش دي. بعد كده لا هو شهر اسبوعين والفول تيرم ده اسبوع واحد بس. طب بالنسبه للباودو كمان اكسكلود لانج ميتاستاسيس. ازاي اكسكلود لانج ميتاستاسيس؟ على الاش اس اكس ري اس على بوزس وش اس اكس ري. بيجيبها لنا كده سؤال كده عن الفول اب بيبقى شورت كويشن يقول لك ايه الايميجنج ضن فول اب. ناس كتير جدا بتعمل ارض ضن. هنا احنا مش هنشوف في سنوس طبيعي افانس ولا حاجه. واحد عمل لها ايفاكيويشن وخلاص روح البيت وقعد بعد 6 شهور ايه النوع الايميجنج اللي عندهم؟ مش اكس ري مش ارض ضن مش هشوف حاجه في ارض ضن. حاجة أخيرة بقى اللي هي اكسبلود كوريو كارسينوما. ولو سسبكت كوريو كارسينوما أديها ميسوتوكسيت. كيموثيرابي ميسوتوكسيت. ميسوتوكسيت بديه لو جاست سسبكت. مش كوريو كيمو. كوريو كارسينوما يبقى كيموثيرابي. الميسوتوكسيت هنا بيتاخد إمتى أشك بقى؟ لو واحدة جالها سي في فاجينا جديدة مثلا، أو لو واحدة جالها الـ اتش سي بعد ما بدأ يقل بدأ يزيد تاني. المفروض يقل يفضل قليل بعد ما بقى نيجاتيف بقى بوست الثاني. فهمتوا بقى ليه الست دي لازم ما تحملش؟ عشان انا بعمل الفولو اب بتاعي بان انا ما بلاقيش سي جي ومش بعد ما بلاقي ايه يقل بلاقي يزيد تاني. طب زاد عشان حملت ولا زاد عشان كولتر سبون؟ يبقى انا كده فشلت ان انا اعمل فولو اب مظبوط. طيب تاني موضوع حلو دكتور هو ايه المكان الطبيعي في الفيوتلايزيشن اصلا؟
هنا بتحصل في ترانزيت كيوب بعد كده الاوفن دي تمشي كده هنجيب داين كافتي وتروح تعمل بقى انت فين في الاوتوبس فوق ولا تحت فوق في الابيض انسي ده الطبيعي النورمال. فالديفينيشن بتاع الاكتوبيك ده عباره عن امبلانتيشن اوف سيرفيتريت اوفن ان ابنورمال سايت او سايز انورمال تاين اي كافتي. وقلنا النورمال تاين كافتي هو الديسيدوال اللي بيكم يعني بتاع الابيض انسي كيوب. بتلاقي اي مكان تاني هو ده بقى ايه ده ابنورمال يبقى ده اكتوبيك. فالاكتوبيك بيبقى غالبا 98% فين في الفالوبيان تيوبس. ال 2% الباقيين بقى اكسترا تيوبال. فين يعني ممكن اكسترا تيوبال؟ ممكن السبيرم يخش كده يعدي التيوب وينط للاوفم على الاوفم يوم الامبلانتيشن جوه الاوفم اللي اسمه اوفيريان بيج مثلا. ممكن الاوفم تمشي قصدي الاوفم تخرج على الابدومين كافتي بره خالص يوم السبيرم معدلها برضه عاملاها فيتاليزيشن من الابدومين كافتي. طيب ممكن برضه جوه اليوترس ويبقى اكسترايت ممكن لو في السيرفس ممكن لو في رحله التيوب كده اسمها كورنوال هتبشر برضه يعني في الجنكشن ما بين اليوترس والتيوبس اسمه كورنوال. ممكن يبقى سيرفايكال ممكن يبقى كورنوال. ممكن لو اليوترس كده يعني ايه يوترس عادي خالص طالع له حته ايه صغيره كده اسمها رودمنتري هول لو حصل حمل هنا ودي كان لها شهر هتبشر برضه. دي كلها اشكال تانية اكتب معني يعني كلمة اكتبت مش او سايز ايوترس ما قلتش كده كلمة شوفت اوفن فين ان ابنورمال سايز او سايز النورمال يوتلاين كده لكن ممكن يبقى يوتلاين ومع ذلك ايه اكتبت زي كورنوال زي سيرفايكال زي بايكون ريفرس واحيانا هتبقى على المكان السكار كمان دي بس مش هتبقى عندي ليه كورنوال هو كان كورنوال ما كتبها ما عند الانجلو يعني عند الانجلو اللي دخل في التيب مش هو ما كتبش كورنوال عندك يستبدلها في الانجلو دخل جوه خالص جوه المصرز بقى بس يعني ماشي مش مشكلة ماشي ما هوش فايبويد عشان اقول عندي اوكي ماشي يبقى ده كده السايز يبقى ننسى خالص السايز الثانيه اللي هي 2% دي ونركز في الايه 28% هي التيوبال اكتوبيك. يبقى موضوعنا هنبدا من اول وجديد اسمه تيوبال اكتوبيك. ايه اجزاء الفالوبيان تيوبس؟ يعني من الميديا للاتر كده اول جزء فيه جزء جوه الوول نفسه اسمه انترستيشن بارت مكان الحته دي ضيقه يعني تعبر بصمت كده الحته دي ضيقه اسمها ايه اسمها اسمس الحته الواسعه دي اسمها امبولا 5 سم واسعه كانت في الجزء اللي هو عامل زي الصوابع ده اسمه ايه الفيمبريا بالترتيب كده طولهم 1 سم 3 سم 5 سم 1 سم 1 3 5 1 سم لان تيوب كام سم 10 سم. طب الانسلنس بتاع الاكتوبيك انا قلت سم 5 سم 1 3 5 بالترتيب كده انترستيشن 1 اسمه 2 3 امبولي 1 3 5 1 والفين بقى 4 سم متى تجيهم وما مش متى تجيهم ولا اما تجيهم كأرقام عندك كإنسفنس مفيش اسمى لك انا كنت بس انا اسمى يعني بترتيب كده 1 3 5 1 طيب كإنسفنس 4 10 80 80% فكده أربعة مش هم اللي أرقام تقريبية بس هو اللينس ماشي مع الإنسلس والأمبولا اللي هي الكومونست سايت هي اللونجست وان وهي الكومونست سهل. خلصنا الإيه خلصنا الأناتومي حتى كده مقدمة أناتومي ناخد بقى الإيتيولوجي بتاع الإيتيولوجي برضه بنبسط يعني الكلام شوية. هي أي حاجة تضيق التيوب بشكل بارشل يعني لسه بيت انضربته بس ايه تضيقها شويه دي تعمل ايه لو قفلتها خلاص تعمل ايه بس لو ضيقتها النسبيه بيجي يخش دي ممكن يعدي هو ما يعديش من اول يعني ان يعمل انفتيل بس لو عدى مش هيعرف يرجع. فاي حاجه تضيق التيوب شويه زي ايه مثلا اي حاجه تعمل اديشنز تخلي التيوب كينكت اديشن دي تخلي التيوب كينكت اي حاجه تخلي التيوب كينكت تعمل ايه اكتوبيك. ونشوف كده الاسباب ايه 60 ما بين 60 في التيوب كونجنيتال زي لونج كروشس تيوب او دايفيرتيكولار في التيوب. طب تروما زي ايه بقى؟ تروما زي
surgical operation زي ايه مثلا؟ اي عمليه مش لازم العمليه تكون في التيوب نفسها، يعني اي واحده بطنها اتفتحت ابدومينال سيرجري بشكل عام بيحصل مكانها ادهيجن، تعمل ايه؟ تعمل ايه كينكينج في التيوب، وتعمل ايه؟ تعمل اكتوبيك بارك. طيب يبقى ابدومينال سيرجري بشكل عام او سيرجري في التيوب، او لو في بريفيس اكتوبيك يجي اكتوبيك بريفيس اكتوبيك. طيب ممكن برضه انفكشن. انفكشن هي ايه بقى؟ انفكشن تيوب لور اسمه الثاني سلفنجوفايتس او سلفنجايتس. هو انك سلفنجايتس مين الاورجانيزم؟ كلاميديا وجونوريا. ده اهم او اكتر كومونست كوز اوف كلور، يبقى مش كل الاسباب بنفس الاهميه. لو جاب لي فيمس كلور كومونست هو الدي اي بي، ده كومونست كوز اوف كلور الدي اي بي. مشكله الدي اي بي ايه؟ ادهيجنز برضه. طب نيوبلازما، في نيوبلازما مشهور جدا عندنا بيعمل ادهيجنز في البلازما اللي هو الانديوزس. ممكن فايبويد في فتحة التيوب كده جاي عنده فتحة التيوب كده واقفلها ماشي، كورن فايبويد ممكن كورن فايبويد، بس ده كلام مش مهم. المهم عندنا هي الاكتوبيك، قصدي هي الاندوميتريوزيس. يا ده ايه الحاجة اللي ايه الحاجة اللي بتربط ما بين الاندوميتريوزيس والبي اي ان اي والسيرجري؟ كل دول ايه؟ يعملوا ادهيشنز، يعني تفسير الاكتوبيك فعلا هو بيعملوا بالجليد، عشان كده اسمها ميكانيكال ميكانيكال دوز، حاجة تضيق التيوب. لكن ممكن التيوب تكون واسعة وكل حاجة بس تعمل اكتوبيك باور اللي هي بقى حاجة فانكشن. فانكشن يعني التيوب بيتنت ولا كان جيم ولا بتاع، بس حاجة بوظت السيليا أو الستريتيك موفمنت اللي هي بقى هما وسيلتين مانع حمل كده البي أو بي والأي بي. المفروض إن هما يمنعوا الحمل، بس لو حصل حمل بيبقى نسبة الاكتوبيك فيها عالية. بي أو بي وأي بي، البي أو بي اللي هي البروجسترون أونلي بيرس، حاجات اللي فيها بروجسترون. والتانية الاي دي، الاي دي بيشتغل بيعمل ميكانيزمين، واحدة ميكانيكال وواحدة فانكشن. يعني الاي دي ده مش ده فون بادي موجود في اليوترس، السن انفكشن عليه توصل للتيوب. ده ميكانيكال. طب فانكشن ايه بقى؟ ان هو الاي دي ده عشان هو فون بادي يطلع بوستا جلاندينز، عامل انفلاميشن يعني. والبوستا جلاندينز تأثر على الاستريتيك موفمنتس بتاعت التيوب. الاي دي بيعمل اكتوبيك باتنين ميكانيزم. واحدة ميكانيكال ان هو يدخل انفكشن فيعمل ادهيجنز، واحدة فانكشن هو يطلع البوستاجلاندينز، اللوكال بوستاجلاندينز تعمل ايه؟ تعمل تبوظ الميستاليتيك موفمنت بتاع التيوبس. السبب الاخير للالكتروك هو الاي ار تي بي. ايه هو الاي ار تي بقى؟ اسيستف الغلطات اللي هو اطفال انابيب اكزيما. الاكزيما المفروض ان انا اخدت الاوفم والسبيرم وعملت له فيرتلايزيشن بره، واقوم داخل بانبوبه جوه الليفاين كتفي واحقن السيمين ده، قصدي سوري احقن الامبريو جوه الايه؟ الفاينجا بتاعه. فالمفروض الانبوبه اللي انا داخل بيها ما دخلهاش لجوه قوي كده، المفروض يبقى يعني في الميد كاب وانا بحقن. لكن لو كنت دخلها جوه كده ممكن وانا بحقن او يوم الدخله جوه الفاينجا بتاعه. فالايزي والاي ار تي دي زود الانسنس بتاعت الالكتروني برضه، قصدي اسباب الالكتروني. في حاجات بقى ثانيه اللي انا ما قلتوش بقى ايه كمان ايه؟ حاجات اصغر زي كده مش مهم. انا مش كل الاسئله بس الباثولوجي بتاع الالكتروليك هو غالي ده عامل ايه؟ الباثولوجي بتاع تايبس او الباثولوجي ده هو عامل ايه؟ واللي عنده راوند المفروض يكون عارف لان في جارات فيه، ما عندوش راوند يعني كمان ضعيف يعني. ممكن نقوله بعد ما نخلص الموضوع لو عايزين يعني الباثولوجي. نقول كلينيكال تايبس الاول ولا سؤال مهم جدا، كلينيكال بيكشر وكلينيكال تايبس. في خمس اشكال للالكتروليك كلينيكال. كباثولوجي كانوا ست اشكال، كلينيكال هم خمس اشكال بس خمسه كلينيكال تايبس. لو كده هم ايه؟ اول حاجه لو دي فرد انتوسين والحمل دي حصل جوه الفرد انتوسين، يعني لسه مثلا خمس اسابيع. اول مثلا امبلانتيشن يبقى المنظر اسمه انستابل اكتر، يعني ست عندها بدون البين ولا لا؟ ولا اي حاجه خالص، زيها زي بيوتس يعني. ست عندها سيمبتومز وساينس في ايلي بيرنس، مش عارفه انها حامل في قنبله هتنفجر كمان شويه لسه ما تعرفش. طب ايه في بقى جات لي بعد شويه لما تكون انفجرت بالفعل؟ ده اسمها ايه؟ ده اسمها ديستربت. بس قوه الانفجار عامله ازاي؟ الموضوع له فاير ودي كل بيشنت مختلف عن الثانيه. في واحده تنفجر
مش انت لدرجه ان هي تجيلي شد ومتشاله بقى تقول لي كده وبتموت خلاص بقى تموت يعني. دي بيسموها acute distress. واحده جايه لي ستيبل خالص تمام، هي صح حصل انفجار بس مره كده اي كلام، حصل شويه هيماتوما وتجمع شويه بلاد بس دلوقتي قدامي ايه ستيبل، ساعتها بيسموها chronic distress. في واحده ثانيه في النص، في النص دي اهم واحده اللي هي اسمها sub acute. يبقى في ثلاث درجات من الايه من الاستيبل، هم كلهم نفس الكلينيكال بيكشر، اختلف في الايه؟ في السيفنت يعني اول كلينيكال بيكشر مره واحده بس، ولكن هقول بقى ان دي سيفير ودي يعني حاجه مودريت وحاجه سيفير وحاجه ايه مايلد يعني. فعشان كده دايما اللي هتشرح هي السب اكيوت اللي هي المودريت يعني اللي هي في النص. الباقيين بقى هقول الاكيوت زي السب اكيوت ولكن الاختلاف انها سيفير. اما الكرونيك هقول نفس الكلام بس يعني السيفير بتبقى هي حاجه بسيطه خالص. زي ما انا قلنا ازاي؟ فبالتالي انا هبدا بالسب اكيوت هي دي المهمه. السب اكيوت من اهميتها علشان هي المهمه فبيسموها هي دي الكلاسيك. الكلاسيك دي اللي هتشرح والباقيين اقول زي الكلاسيك ولكن سيفير. في شكل اخير بس ممكن يجي لنا البيشنت دي فبرضه نقول بسرعه يعني اللي هو اسمه ادفانسد سكندري ابدومينال بريمس. يبقى في خمس اشكال كلينيكال نبدا كده الاول نقول اللي هي اهم واحده فيهم اللي هي السب اكيوت اللي هي الكلاسيك، وبعد كده اقول التانيين بقى بالمقارنه. ادفانس السكند ابدومينال بريمس هتلاقي مكتوب عندك بس تقريبا قدام يعني. طب نبدا كده يلا اول واحده بس اللي انا هبدا بيها السب اكيوت اللي هي الكلاسيك. الكلاسيك كلينيكال بيكشر الكلينيكال بيكشر فيه عندنا السيمتومز. اول حاجه سيمتومز في ايه اللي بيكشر السيكا بتفحم ولا لا بتفحم عادي ماهيش عارفه انها في قنبله جوه تنفجر عادي كانت بتفحم وكان عندها سكند امينويه يعني قصدي سكند امينويه وكريفنج ونوزيا وفوميتنج وايزي فاتيجابيلتي. تاني سيمتوم بقى هو بين ولا بليدنج هنا الكتاب بيقول لك بالبينك يبقى انا يهمني ترتيب يعني في بين وفي بليدنج في كل واحد في الابوشن برضه كذلك اللي كان هنا البين هو اللي كان الاول بقى فلا نقول البليدنج بدل ما نقول فينتنج يبقى دي اربعه ايه؟ اربعه سنين. بين البين هنا اكيوت شارب بين بيبقى هو اللي قبل البين. اشكال البين المختلفه موجوده بس يعني اكيوت شارب بين ده اكتر من شارب بين. بعد كده البليدنج البليدنج هنا وصفه ايه بقى؟ لكن البليدنج بيحصل بعد البين. افطار بين. وسبب البليدنج مش ان التيوب ابشرت ولا حاجه. يعني الناس فاكرين ان التيوب هتبشر فنازل بليدنج بفاجينا لا. التيوب ابشرت هتعمل انترنال هيموش. امال ليه بقى في فاجينا بليدنج؟ مش ست دي اليوتس بتاعها فيه دي سيلوا؟ يعني اليوتس بتاعها دي سيلوا. اي نعم هي بسيلوا ما حصلش في الحمل اللي اتشاف فيها بس فيه دي سيلوا. والسيلوا دي سبورتد بايه؟ بالقوه الاستعمال في الاوفر. والقوه الاستعمال ده سبورتد بايه؟ ما هو في حمل في التيوب بيطلع اتش سي تي. ولكن لما يحصل ابشر التيوب بقى ما عادش فيه اتش سي تي. ما عادش فيه فوبوسيتيوم، ما عادش فيه بروجستون، فالسيلوا تبدا تنزل. يعني ليه في بليدنج؟ ليه في بليدنج بالفاجينا الاكتوبيك؟ مالهاش دعوه خالص بقصه التيوب ابشرت. لما ابشرت نزل بلاد اتجمع جوه يتشاف بالسونار. لكن البلاد اللي نزل فاجينا ده ايه؟ ده سبب الريسيدوال شيلينج وليس ابشر التيوب. طيب وبالتالي ممكن الست اصلا نمانش يعني تكون اتفتحت خلاص بقى اتعمل لها عمليه وشالت التيوب قبل ما البليدنج اصلا يحصل. المين سيمتوم هنا هو البين وليس البليدنج. ماشي المهم يبقى البليدنج خلاص قلناه سببه ديسيبل شيلينج. وفي فينتنج بس فينتنج امتى؟ لما تخش الحمام. تخش الحمام وتحزق في الحمام يحصل لها فينتنج في الحمام. نتيجه فازوفيجال ستيميليشن بالرغم ان هي اصلا اوريدي شوكت الست اصلا شوكت. الست عندها شوك عندها انترنال هي مش بس كانت مستحمله لما حزقت حصل فيجل ستيميليشن ما استحملتش بقى دلوقتي يحصل لها فينتنج لما تخش الحمام كانت جايه ماشيه على رجلها يحصل لها فينتنج. فبالنسبه للساينس جنرال ولا ابدومينال؟ جنرال اي ودي ابدومينال سي ودي بوكال اي اي بي سي دي نقول كده. اول حاجه جنرال الست عندها انيميا وبالو انا ما بقى شوك انيميا وبالو اب تو شوك انيميا وبالو اب تو شوك
بانيميا البارو وتاكيكاريا وهيبوتنشن علامات الشكر يعني المفروض بنحفظها مره واحده في الاخر. تاني حاجه بيبقى في هنا عندنا اللي هي البريست ساينز. البريست ساينز دي كلام مش سبيسيفيك خالص. البريست ساينز ده في اي واحده حامل عندها بريست ساينز اوف بنت يعني كلمه مالهاش لازمه خلاص. فهنا كلمه مالهاش دعوه بان هي اكتوبيك دي كلمه لها علاقه ان هي بين. طيب بالنسبه للسي والدي نزود برضه حروف كده هتلاقيها اسهل كتير. لما انا حاصل يو ال ال يو ال ال يو ال ال يو ال ال هتلاقي الحروف بقت اسهل كتير. وفي هنا كولن صعب. وفي بدل دي بقى ضل ضلنس شفت ضلنس. بدل الاف كده فول فولنس. في كولن ساين بوستر وشفت ضلنس بوستر وفولنس في الادينكسيا وضلنس في الادينكسيا. والايه هي الايرلي ساينز برضه كلام مش سبيسيفيك مش عشان هي اكتوبر خالص مالهاش دعوه بالاكتوبر. ساينز اوف ايرلي بيجنس دي موجوده في اي واحده بيجنس اللي هي البودن والشادويك والكلوك مش اللي احنا حفظناها من شويه. طيب يبقى في ساينز اوف ايرلي بيجنس وفي فولنس وجنرالنس في الادينكس. طب هنزود بقى كلمتين في كلمه في الابدومينال ويعني كلمتين كده في اللوكال. يعني في الابدومينال الست عندها الاوتي في الاوتي عاد علينا كتير انا مش دي بيوت الناس ولا باونت الناس زي زي اي في دبليو. هل عايز حاجه في كل انساين والشيفت الناس والكلام ده عارفينه كل انساين مع بعض في دوت بلوج سبيشال كلام لايك في الجراحه موجود في الاكيوت بانكرياتايتس وفي النساء موجود في الاكتر. طيب في فولنس وتندرنس في الادينكسيا وزياده عليها بقى كمان بقى في ساين هنا مهم قوي اسمه تندر سيرفايكال مومنت. هو لو اسم عالم يعني لو بس هو مش مشهور هو كلام صحيح بس يعني مش مشهور. العالم او الصين نفسه مشهور جدا يعني لما اخش واهز السيركس انت بتنط من القلم عشان كده بيسموه جامبنج. بس اسم العالم اسمه دودز اسمه دودز دودز ساين كركبه اسمه دودز ساين. دودز ده ايه؟ ده اللي هو تندر سيرفايكال موفمنت. كده بايه؟ كده سباكة ممكن خلاص لا حتى شاء اسمه طب كده تمام خلاص خلاص رايق يعني ده اسمه تبدا سباكة المفرد. في بعد كده برضه بحط ايدي مش الالكتروني كده حط ايدي في اللاتر فونكس احس فيه بارسيشنز في الحمام احس بارسيشنز في اللاتر فونكس تعبيني انا ولما احط ايدي كده في البوستيو فونكس من ورا احس ايه احس بدون بارس. يعني اشمعنى البوستيو واللاتر؟ لان التيوب اصلا ايه التيوب اصلا بوستيو واللاتر كمان. لما احط ايدي في البوستيو واللاتر فونيسس الاقي فيه بارسيشنز والاقي تندرنس تبع الكتاب بقى بارسيشنز في اللاتر فونكس اسمها نيكسون صحيح. قلت لنا اسم بوستيريو فونكس دي اسمها جونسون صحيح جونسون. كلام مش اي حد عارفه مش ممكن نحط على النت ولا اي حد. كده بقى يبقى لف لكن تبدا سباكه الموفمنت ده كلام مهم بس انا مهم. لكن بارسيشن في اللاتر فونكس في بوستيريو فونكس دي كلام واساميهم معانا؟ اه اللي هي اسماء العمال مش معروفه يعني معانا كتاب لي كتاب لي كتاب لي كتاب يعني اللي مشهور هو ده اللي شال اسمه. بص هي الساينز نفسها مشهور مهم لكن اسم العالم بقى من اي كده اللي انا قلته ده اسمه ايه؟ كلاسيك كلينيكال بيكشر او اللي هي كلينيكال بيكشر بتاعت ايه؟ سبايك. طيب ناخد بقى الاكيوت ستيرويد. هو كلام تاني بتاعنا مش لازم اقوله بقى كلام تاني بتاعنا بس هنحط كلمه سيفير سيفير ماسيف اكزاجريتد يعني لو اعقل عشان بس ما ياكلش غير ممكن يسبب كده يعني سيفير بليدنج سيفير بين قصدي ماسيف بليدنج فينتنج من الاول مش لازم في المفروض هي من الاول جايه لي فينتنج سيفير انيميا سيفير بارو سيفير تاكيكارديا سيفير هايبوتنشن مفيش حاجه اسمها سيفير بس ساينت يعني في كل انزايم ماشي شفتين غلط بس سيفير او تي سيفير جدي سيفير تندرس سيفير تندر سيرفايكال موفمنت. المهم يعني نحط كلمه سيفير فكلام بتاع التاني
طب كونك بستيرج يعني ايه كونك بستيرج؟ يعني تيوب ايه؟ روبشايت بس شويه هيماتومه بالبساط الصغير خالص كده خرجوا من التيوب وقعوا تحت وقعوا هنا كده. ايه الحته اللي هنا دي؟ اسمها ايه السبيس ده اللي هو الليتوس في هيماتومه جمعت في الدوبلاس بانش. يبقى كونك بستيرج معناها ان في هيماتومه في الدوبلاس بانش اسمها بيلبيك هيماتوسيل اسمها كده. دول بقى كده الاجابه بتاعتنا لو في بيلبيك هيماتوسيل او كونك بستيرج. في بيلبيك هيماتوسيل صفاتها ايه؟ انا بصص اهو عند السيرفكس لقيته صعب وفجعت هنا ده اسمه ايه ده؟ ده الدوبلاس بانش هيماتوما هنا بس هو سيمتوم واحد بس وساين واحد بس ايه خالص ده هو السيمتوم وايه هو الساين؟ دلوقتي في ماس كده تعمل ايه بقى سيمتوم؟ بريجر سيمتوم يبقى السيمتوم هو بريجر سيمتوم يعني تعمل ايه؟ تعمل ديسيوريا تعمل ديسكيزيا تعمل ديسبارونيا تعمل هيبنس عند تنسمس كل دول اسمهم بريجر سيمتومز اصلا يعني هيتعمل ايه؟ ديسيوريا ديسكيزيا ديسبارونيا هيبنس عند تنسمس يبقى ليه المشاكل بتاعت الكونسيبتس. لكن مش موضوع بقى بين مفيش سيفير بينه وبليدنج والكلام ده خلاص كان موجود من فتره وخلاص دلوقتي ستيريالي كويس جنرالي ستيبل. طيب في هنا بالبيشن كده بقى بالاكزاميشن هنلاقي فيه ماس. الماس دي سوفت ولا هارد ولا في ده شويه دم كله فهي سوفت ماس. فهي بتبقى سوفت ماس. سوفت دي بيسموها بوجي. بوجي مكتوبه؟ نعم في الكتاب قعدنا نطلع كده يبقى لو هيوصل كده الناس بيلبي كيماتسيك هو اصلا بيلبي كيماتسيك ولا لا؟ معقول بيلبي كيماتسيك ما وصلش حاجه خالص؟ ساينس بقى تندر تندر سوري ماشي بوجي يعني ما وصلتش كده دي بقى اسمها بوجي يعني ماشي مش مشكله. ف كلمه بوجي عندنا اللي هي سيستيك خلاص؟ ففي تندر ماس يبقى بوجي وتندر ماس كلمة بوجي يعني سوفت او سيستك يعني بيهايند زيتاس موجوده ورا الكلس وبعدين بتخش زيتاس انتري. طب وبعدين لما بخش بابره هنا كده يعني بخش بابره كده دي الست بلايمه كده وبدخل بالابره هنا بقوم ايه؟ بستير صور بتاعت الابره كده دخلت الدوبلاس بانش واشفط يعني بسحب ايه؟ اسحب بلاد. لو سحبت بلاد يعني معناها ده ايه؟ خلاص من هنا اسحب ايه؟ نان دروسيت بلاد او بسحب بلاد يعني ده الاسبيريشن هلاقيني بسحب بلاد. اسمه ايه المانوفر ده؟ كالدي سنتيزيس. اسمه كالدي سنتيزيس اسبيريشن دوبلاس بانش سلام. اوكي يبقى ده بالنسبه للبيلدنج ماشين برضه فيها بين وفيها بليدنج فيها كل حاجه بس الحاجات كلها دي كلها مايند يعني. هنا مش دي المشكله الحاليه لكن المشكله الحاليه هي الدويجر سيمبتومز والساينز اللي فيه ماس بيهايند زي كلاس ووصفنا ده. طيب بالنسبه للسكندري ادفانس السكندري ادومال بيجنسي معنى الكلام يعني ايه كلمه ادفانس السكندري؟ يعني حل كان جوه الفلوبيان تيوبس وساب الفلوبيان تيوبس خالص وبقى بيعملها كده. بنختلف الانواع الاخرى للالكترويد بعد ما الموضوع يخلص. عندي بقى الموضوع خلص خالص عشان في انواع اخرى للالكترويد. عايز اسمه ادومينا بعد ما يخلص ادومينا ماشي؟ في اوفيريان وفي في ادومينا. نعم ده احنا بقى. بس انا بقول دلوقتي ايه؟ secondary advanced secondary abdominal bigness. يعني ايه الاول كلمه advanced يعني ايه؟ advanced نفسها معناها ان الحمل ده عدى 120 اسبوع. طب secondary يعني ايه؟ ليه؟ كونفيتس كونفيتس ماشي. لكن secondary يعني ايه؟ يعني ايه كلمه secondary؟ يعني الحمل كان في تيوب وسابها راح على الابدومينال. طب طالما في secondary يبقى كان في بايمر مثلا؟ بايمر هو من الاول من الاول في الابدومين يبقى اكسترا تيوبال. يعني بايمر ده من الاول وهو في الابدومين لكن سكندري يعني كان في اليوب في التيوب وسوى واحد اللي يوصف على الابدومين بعد كده. طب هو هيكون في الاول ازاي؟ هيكون في الاول ازاي؟ الاول ازاي؟ يعني مش احنا بدانا الموضوع قلت لك في 2% اكسترا تيوبال تمام اهو ده في منه ابدومين قصدك هيلاقي الامور فين؟ يعني اهو بقى عادي يدور عليها لحد ما الاخر. هو دخل في ابدومينال كانت هو بقى
هما مالين نسبة نسبة واحدة ما يلاقي. هل احنا بنشوف حاجة كده انا عمري ما شفتها؟ لكن ساكن ده كلام دلوقتي على الساكن. هو دلوقتي الكلينيكال بيكتشر الاثنين زي بعض. ماشي فالاثنين بيبقى فيه فيتاس في ناحية وليتاس في ناحية تانية خالص ملوش علاقة. فالحل هنا يبقى الفيتال بارت سموث اواي فروم ذا فيتاس. يبقى انا احس الفيتاس كده في ناحية والحمل بعيد عن الفيتاس. فالفيتاس كده فيتال بارت اكزاجيري بتموف اواي فروم ذا فيتاس. وتبقى مرضية فيتال بارت سموث مرضية. ممكن الفيتال بارت سموث اواي فروم ذا فيتاس اللي في ناحية واليوتاس في ناحية. تاني حاجة الفيتاس بياخد ابنورمال بريزنتيشن وراي واتيتيود. يبقى بيقول لك الابدون الكتفي ما عادش محكوم بشكل اليوتاس بقى فياخد اي وضع. طيب الاجزاء البيبي محسوسه ولا مش محسوسه كويس؟ البيبي صار كويس مش صار كويس ايزي بالبيشن. طب الموفمنت بتاعت البيبي سلت ايزلي وكان تقابل فول للمصر. يعني البيبي لما بحاول بقى بيخبط في بطنها على طول كده كل شويه يوجع مع كل حركه كده تقعد ايه توجع. في تن موفمنت بقى فيلد ايزي وكمان ايه بين فول للمصر. ماشي يعني ده باختصار برضه كلينيكال بيكتشر بتاعت السكندري اسمها ادفانس السكندري ادفانس بيكتشر. لكن برضه فيها بين وفيها بليدنج وفيها ما اكتوبيك برضه. بس هي مش جايه لي دلوقتي بالكلام هي كان عندها الكلام ده في الاول واستحملته والمهم يعني بيجي دلوقتي بقى اصبح ده كده. المفروض انا اسيب الحمل ده يكمل ولا ما يكملش؟ ما يكملش بس انا اشيل على طول يبقى انا من البلاسين ده بتاعته تقعد تنفذ الاوبرز فده شيء رائع. المهم خلصنا كده خمسه كلينك فجأة. خلصنا خمسه. بس الان السيلز ما لهوش. وان السيلز اصلا ما فيش حاجه يعني هو في سيمبل في الفيلم بينزل وما تشخيصه ازاي بقى؟ بالانفستيجيشن. تشخيصه بالانفستيجيشن. يبقى تشخيصه بالانفستيجيشن. هو ده هدف الالكتروك على فكره. يعني بقوا عندهم المفروض ما يشخصوا الالكتروك هو ايه؟ لسه اندستيبل. لو حالة ديستيبل مني دي مشكلة كبيرة. طب ماشي نحاول نفهمها كده. اول حاجه هنعملها هي ايه؟ يبقى دلوقتي هنتكلم على الانفستيجيشنز. خلاص بنخلص الانفستيجيشنز. الانفستيجيشن هنعملها بشكل دائري بس لما يعني الكلام اللي عندكم يبقى كلام ده اشتراط ونعمله بشكل دائري اللي هيفهمنا احسن من الدائري. اول حاجه بعملها هي هم خمسه انفستيجيشن. بعد جاي لي امينويا هعملها ايه اول حاجه؟ بس في البلد ولا في اليورين؟ انتوا بقى دكاتره انا كدكتور انسى خالص انا حاجه في حاجه اسمها بيشنت في اليورين دي انساها. لكن لو انا بيشنت بعملها في اليورين في البيت بقى حاجه سريعه كده. فبالتالي اليورين اسيست ده في البلد في السيرم. المهم اليورين اسيست ده هيطلع ايه؟ هيطلع بوزيتيف. طيب مش كل اكتوبيك يبان في الصناعه. يعني ممكن الصنارة لسه في الاول خالص ما يعرفش يفرق ما بين اكتوبيك ولا انتر تايم بيج مثلا. يعني الانفستيجيشن الثاني مش اكتر صح. ايه الانفستيجيشن الثاني بقى؟ الانفستيجيشن الثاني هو الليفل بتاع الاتش سي جي. دي بتاع الاتش سي جي بين قوسين كده او معلومه لينا احنا كده بيسموها كوانتيتيف. كوانتيتيف معنى كلام يعني البيجنسي تيست ده في منه نوعين كوانتيتيف وكواليتيتيف. يعني في بوستيف اما اعمل اكتب كده بوستيف او نيجاتيف هعمل او مش هعمل. لكن ممكن اطلب انا بقى رقم اتش دي كام بالظبط كرقم الليفل بتاعه كام فاكتب لي ارقام. انا بقيس الاتش سي جي هيطلع حاجه من الاثنين يا اما يطلع اقل من
1500. وحدة القياس برضه لو عارفين ان هي ام اي لما يطلع اكتر من 1500. ايه بقى اشمعنى ايه رقم 1500؟ طب نقول يعني ايه اشمعنى الليفل ده الاول قبل ما اكمل الاحتمالات. و1500 ده بيقول لك الليفل ده اسمه ديسكريميشن زون. لو الحمل انتري تايم لسه صغير خالص لسه صغير خالص ده تلاقي الليفل اقل من 1500. لسه صغير خالص ده ما يبانش في السرعه. دلوقتي انا واحده الليفل بتاعها اقل من 1500 مثلا 200 مثلا وعملت صنار هو انتري تايم بس يبان الليفل كانه ايه؟ امتي. طب لو الحمل ده اكتوبك هيبان الليفل امتي برضه. يبقى اكتوبك هيبان امتي والانتري تايم يبان امتي. يعني لو الليفل بتاع الاتش اقل من 1500 ملهاش لازمه ان انا اعمل صنار. ده يبان امتي وده يبان امتي. اذا فالتدفئه مش في الصنار. وصلت؟ يبقى لازم الاتش جي ليفل اقل من 1500 ده اقل من الديسكريميشن زون. يعني نيكست ستيب صناعه ولا لا؟ لا خالص. فالحل ما هو ويت لحد ما يبشر يعني؟ يبقى ويت ايه بقى؟ ويت 48 ساعة بس. يبقى بحجز ست في المستشفى تحت عينيا واعمل لها الالترا ساوند ده قصدي واعمل لها الاتش جي مرة ثانية بعد 48 ساعة. طب بيسموها 48 اور دبلينج تيست. انا متوقع ان الاتش جي بعد 48 ساعة يتضاعف. يعني بعد 48 ساعة ارجع اقيسه مرة تانية واشوف لو فعلا زاد زيادة حلوة كده زيادة محترمة كان بقى أكتر من 66% ولا حصل له دبلنج ده يبقى ده انتري تايم بالنسبة. طب لو زاد بس زيادة أي كلام أقل من 66% إذا فدي حالة اكتوبيك بالنسبة. والمثال دايما اللي بقوله عشان نفهم بالأرقام لو أنا لقيته النهاردة 100 بعد يومين هرجع اقيسه تاني لقيته 200 يبقى النتيجه هنا ايه؟ انتري تايم بيجنس مع انه لسه ما بانش الليتوس قدامي بالصناعه فاضي بس هو ده نورمال بيجنس عندي. طب لو ال 100 بعد يومين لقيتها 180 زاد كام في المية؟ 80% يبقى ده حلو برضه. طب لو ال 100 النهارده قيستها بعد يومين لقيتها 140 هنا زاد 40% يعني الصبح يبقى ده واحد بدل الاكتوب هو ده 100 لقيتها 120 100 لقيتها 80 دي لها انتري تايم بيجنسي ولا هي اكتوب يبقى ده السي بي بتاع طول ده خلاص. فهنا الرقم يبقى انا لكن قياس مره واحده بس غير كافي لازم اقيس ايه؟ لازم اقيس مرتين. طب لو انا قيست الليفل لقيته اكتر من 1500 من الاول خالص يبقى المفروض اي حمل انتري تايم يكون مان. فانا لو ما شفتش الحمل في الالترا ساوند يبقى ساعتها ده اكتوب بقى ما صح. يبقى انا اكتر 1500 الالترا ساوند مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه دلوقتي التي بي اس مش التي اس هي تي اس دي عشان تشخص اكتوبك ده بس انت هتكون ماتت الاول. تي اس دي تشوف عند ليفل 6000 يعني ايه خلاص بقى من الاخر خالص. فالمفروض هي تشخيص الاكتوبك كله تي بي اس فبالتالي انسى التي اس. التي اس دي كامل الديسكريميشن زون بتاعها 6000. الكلام ده ام سي كيو على فكره كتير. ديسكريميشن زون فور تي بي اس از 1500 يعني ديسكريميشن زون فور تي اس كام؟ 6000. طب خلينا بقى في الايه؟ تي بي اس. التي بي اس هتشوف ايه بقى؟ والتي اس برضه كذلك نفس الكلام هتشوف ايه بقى؟ الاختلاف بس عند الليفل. هتشوف تلات حاجات لو واحده منهم بس بانت يبقى ده يكتب يوتوزا ادينيكسيا اهي ودوجلاس بوشر دي هي الصوره اللي انا المفروض كنت بعملها يعني. اول حاجه اللي هتبين ان اليوتوزا بتاعها ايه؟ ام تي يوتوزا. الحاجه الثانيه اللي هتبان لو فيها الكتوري ان في جستيشن ساك تتشاف بس تتشاف فين بقى؟ مش في اليوتوس. اليوتوس يبان امتي واجي احول الصناعه كده على الجنب يعني اشوف اليوتوس امتي احول كده ابص الاقي ايه؟ في جستيشن ساك هنا في التيوب بلاقي جستيشن ساك في الادينكس يعني. اول حاجه الثالثه اللي تتشاف تقول لي برضه ده اكتوبيك لو لقيت فيه فيو يبقى اكتوبيك مش مشكله بس دي مش تعني انها اكتوبيك ده تعني انها ديستيربل اكتوبيك ديستيربل الاستير بس الاستير انا هامش خلاص. فبالتالي لو شفت ايه في فلويد في دوجلاس باوش. طيب امتي او في حاجه ثانيه كده خط صغير كده اسمها سودو ساك. سودو ساك دي بتعمل خناقه لبعض الدكاتره لو واحد مبتدئ كده ممكن يبص يلاقي اليوتس جوه ايه شويه دم كونكتد بلاد كده عامل منظر كده دي ما هياش ساك ولا حاجه
هو يكتب في الريبورت بتاعه دكتور صناعه كده يقول ان في ساك ويضحك عليا بقى اقول له خلاص ما الساك بانت اهي الحمد لله وافاجئ على عيالي بعد اسبوع سيتي بي انت ما تهمش يعني لغايه العرض بتاع الصناعه هو يقول لي ان في ساك هي تطلع سودو ساك المفروض في تفرقه ما بين الساك والسودو ساك يعني مش السودو ساك هي سودو ساك بس ده بوست جرافيك يعني مش لو انت شفت سودو ساك او شفت ام جي اوتوس دي علامه من دي طيب لو انت لقيت بقى فري فلويد في الدوجلاس بقى مش هخش بابره واسحب اسحب الفلويد ده هلاقي ايه؟ يبقى قلبي سنتيزس هلاقي اسبيريشن للبلط ساعتها بقى شو دايجنوز اخش باللابروسكوب اللابروسكوب ده مش كده بس ده دايجنوستيك شو دايجنوز او بيسموها جولد ستاندرد وفي نفس الوقت سيرفيك يعني مش هخش وخلاص انا اخش اشوف وهشيل على طول الفيو واتعامل معاها على طول باللابروسكوب يبقى كل الستاندرد في الدايجنوستيك هو اللابروسكوب بس ما بداش بيه طبعا ده المستند بيسك بس كل الستاندرد ان دايجنوستيك هو اللابروسكوب اوكي يبقى ده بالنسبه احنا كده قلنا 5 انفستيجيشنز ولا عارفهم واحد ريناس تيست اثنين اتش سي جي والدبلنج ثلاثه الالتراساوند قلنا الليفل بتاعه اللي هو الديسكريشن زون وقلنا الفاليو وقلنا انواع الالتراساوند رقم 4 كونتراسيتيس رقم 5 لابوريس جولد ستاندرد في الدياجنوزس وشو اصابته طيب لو قلت لكم كده لو جالنا في الامتحان دياجنوز على الانستابل اكتوبيس او انفستيجيشن في انستابل هل كل الكلام ده يمشي ولا حاجات معينه انستابل في واحد من دول ما يمشيش في الانستابل مين هو يعني كونتراسيتيس كونتراسيتيس هو في بلاند عشان يسحبه يبقى اصغر انفستيجيشن كنت اون ذا ستيبل ثلاث اربع بين اسيست بتشويه وايش ثاني ضغط مش عارف ايه والالترا ساوند والابوسكوب في النهايه ما تقولش كارد سنتيز لا طب لو قال لي دايجنوز لحاله ديستربد سواء بقى صار اكيوت او اكيوت او المهم يعني حاله ديستربد في واحد من اللي انا قلت لهم خمسه دول ما يمشيش مين هو اللي ما يمشيش؟ مش انا قلت خمسه بس مش انا ديستابل اكتوبك تبقى بشاي بالفعل مين في دول ما يمشيش؟ لابروسكوب ما يمشيش؟ يمشي ايه اللي هيحصل لو انت لابروسكوب يعني؟ البريمنس تيست هو ينفع دبلنج طبعا دبلنج ده انا معاه 48 ساعه عشان اشوف مين تاني ما هو احنا شفته قدام دبلنج ايه بقى؟ على جانب انترنال هيموج انت عملت سونار انترنال هيموج خلاص بقى احنا هنستنى 48 ساعه نفس اليوم بنينا كل مات خلاص فبالتالي هنا لو قال لك دايجنوز انفستيجيشن في الحاله ديستربد هدول كده بيجنسي تيست والترا ساوند هتشوف كذا 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 عايز تقول في ده اتش بقى 1 ميجر وخلاص بس ان هو ايه بوست وخلاص حمل بوست اوعى تقول الدبلنج تيست ده في الايه في الديستيرب يعني دبلنج ده في الاندستيرب بس دي المعلومه اللي عايز اقولها لك يعني طب قد ديزيز ماشي لا بس كل ماشي الكتاب للاسف كاتب برضه دي ان بي سي 8 يعني بس ده كلام بقى شو هو كاتب دي ان سي كويس الدوج في الليفل كاتب دي ان سي طيب يعني فتحت حتى لقيت البيبي نادي يعني يعني هناك حرمانة وحظر لو لقيت الرسالة فاضية يبقى ليه فعلا دي اكتر لو لقيت الرسالة فيها فيتس يبقى ده كان محمد سليم ولا اللي ايه نعم ده طلع مش اكتر بس طبعا طاهي صح هو كلام مش كده برضه مش هو كلام مش مقنع لما ايه؟ ماشي مش اللي بيقول ايه بس لا بتكلم على دي ان سي هو دي ان سي كده يعني المهم اي انفستيجيشن تاني عايزين تقولوا يبقى اثر خلاص كده ناخد اخر حاجه عشان فهمت ايه تريتمنت على الاكتوبيك هما نقطتين اتنين بس يعني اندستيبل نقطتين ولو ديستيبل نقطتين مثلا لو اندستيبل اندستيبل يبقى المفروض هما ميسوتوكسيك ميديكال يعني وسيرجيكال نقول كده بالنسبة للميسوتوكسيد ده مهم جدا الكلام ده مهم قوي الكلام مهم جدا جدا الميسوتوكسيد هو ميديكال تريتمنت ده مهم جدا
ده بيتاخد حقنه بتتاخد اي ام او ممكن تتاخد انتو تيوب ولا يعني ممكن اعمل لابا اسطول عشان احقن جوه تيوب على طول. والدوز برضه للناس المتميزه هو دوز مشروع يعني غريبه كده حتى دوز غريبه كده. انا قلت لكم كده كده نجمع الدوزز يعني هنجمعهم بالفعل 50 فهموا بقى دلوقتي الدوزز يعني عشان دلوقتي بقى ده على دلوقتي دلوقتي يعني 50 من اللقاء لكل متر مربع دوز عجيبه. اوكي امتى بقى ادي ميثوكسيت وامتى افويد ميثوكسيت؟ الانديكيشنز بتاعته لما يكون undisturbed ectopic. لما يكون undisturbed ectopic بشرط الانديكيشن تكون stable مش هيمودينامكس يعني ما هيش شغل. ما تجيليش واحده disturbed واقولها مش انا ميثوكسيت مش هستنى اصلا الميثوكسيت ده يعني انا هقعد اتابع لسه كله اه ماشي. حاجه كمان برضه لازم يكون البيبي ده نون فايبل ولازم حجم الساك الجستيشن ساك تكون اقل من 3 سم او كفايه 3 4 سم بس هو الجايد لاينز دول 3 سم اصلا يعني كلامهم صح 3 سم. طيب والاتش سي جي ليفل لازم يكون اقل من اقل من دي برضه مختلفه من مكان للتاني. الكتاب كاتب 15 بس مش قادر اقول رقم بقى كبير قوي صح. المهم 3000 الناس تقول 3000 الناس تقول 5 الناس تقول 10 الكتاب قايل 15 يعني عشان سافر ميثوكسيت لازم اتش دي ليفل يكون قليل اقل من الرقم بقى اللي هو اللي مكتوب عندنا. طيب ده بالنسبه لامتى ادي ميثوكسيت. اعكس الكلام بقى يبقى ده كونتر انديكيشن. يبقى ايه كونتر انديكيشن في ميثوكسيت؟ لو كان البيشنت بالظبط لو كان ستيبل من الاول او لو البيشنت ان ستيبل ميثوكسيت ده بيمنع الكوفيشنت بتاع السيبس وبينزل الحمل يبقى انت كده بتنقذ الفريق بتاعتك. الفرق بين عندنا هنا وبره ان هما بره عندهم لو جت حاله ستيبل اكتوبيك كانت مشكله يعرفوا مين اللي تابع الحاله دي وبتاع ويجوا يحققوا معاها. ليه؟ لان هو سابها لحد ما تيوب ابشرت ممكن يشخصها وهي اند ستيبل ويجي يعمل ستوكسيت وينزل الحمل من تيوب وانقذ التيوب. احنا عندنا هنا الحاله دي ما بشوفناش لحد اضرب واحد بيتو ده عالي تاني بعد ما تيجي لي بقى في الاستقبال بانترنال هيموش واخش وانقذ حياتها واشيل التيوب ويقعد يشكوك بره لو حصل الموقف ده ان انا بدي حاجات مش رافع من المستشفى بتسجن كمان انت هنا انقذت حياتها بقى خلاص كان عندها انت هنا الهم بس اصلا انت ليه وصلت للمرحله دي؟ مش فاكر مسلسل انت رافع ولا بسجن اكتوبك يعني بتسيب الاكتوبك؟ اه احنا عندنا بقى على طول عادي يعني تحس ان انت عملت عمل عظيم يعني بس انت انقذت حياتها احنا كان عندنا نزلت اخر خلاص. فبالتالي بيستوكسيد ده انت بتنقذ التيوب بتاعتي المفروض تشخصها وهي اند ستيبل بقى احنا عندنا المفروض تشخصها قبل ما تموت بس المهم. فبالتالي يبقى ميثوكسيت فيمتو بيعمل ايه؟ بتنزل حمل ولازم اه لازم برضه يكون ايه يكون ما في يكون مفيش فيه فيابيلتي والا لو فيابل مش هتدي ميثوكسيت مش هيشتغل اصلا مش هينجح. ولازم ما يكونش عندها ليفر ولا ريلا ديزيز لان هو بيعمل ليفر وهنا بانفكسيست يعني. المهم يعني احفظ الحته اللي عندها ميثوكسيت دي كويس مهم قوي. بالنسبه للسيرجيكال بقى السيرجيكال ثلاث خطوات اول حاجه لاباروسكوب عشان اشخص ان هي اكتوبيك افتح بقى بلاباروسكوب لاباروسكوب او لاباروتومي. امتى لاباروسكوب امتى لاباروتومي؟ هو الاصل دايما لاباروسكوب. لاباروتومي ده لو انا ما بعرفش اعمل لاباروسكوب يعني لاباروسكوب اخش بالمنظار ما بعرفش ما عنديش لاباروسكوب مش افيلابل لاباروسكوب او ما بعرفش اعمل لاباروسكوب افتح بطنه يعني جاي لي الساعه 3 بالليل 3 الفجر في مكان مثلا مش ما فيش فيه لاباروسكوب هسيبها طب افتح ايه كل لاباروسكوب قصدي على طول لاباروسكوب هو ده الاساس لكن ممكن برضه لاباروسكوب. المهم قبل ما اخش واشيل التيوب في خطوه ثانيه مهمه الاول اللي هي انسبكشن انسبكت الاذر تيوب الاول ما تطلع هي اللي فيها يكتب. في احيانا التيوب دي تبقى هي سورين كده شويه فهيدرو سابكس انفلام شويه انفلاميشن واخش وافتكر ان دي الاكتوبك ومش قايلها ويطلع الثانيه هي اللي الاكتوبك وممكن ما اشيلش الثانيه بقى كمان تطلع بص لقيت الاكتوبك لسه موجود وانت كده عملت مصيبه خلاص. فانت لازم تمسكش الاثر تيوب الاول وبعد كده دي لويزا تيوب بقى خلاص تخش وتشيل التيوب بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها سالفنج اكتومي سالفنج اكتومي دي اهم عمليه سالفنج اكتومي. في عمليات ثانيه ممكن سالبنجوستومي سالبنجوتومي وميلكينج. سالبنجوستومي يعني باجي فوق من كده من فوق كده واقوم عامل انسيجن
وفضي واسيبها مفتوحه كده وهي تهيل لوحدها مع الوقت. اسمها سلبنجستومي. طب سلبنجستومي اخش وافتح كده انسجن وفضي تيوب وارجع خياطه تاني. سيحصل كانسر تاني اسمها سلبنجستومي. طب في ميلكينج بقى لو الكونتينس وقف عند الفين بيكلمه صبع كده اضغطها كده تتخلى. اسمها ميلكينج بس دي بتستارت السيليا وتعمل الكانسر. يعني مين احسن عمليه من الاخر؟ سلبنجستومي. ليه بقى؟ عشان مفيش الكانسر. بس في نفس الوقت مفيش حمل. لا الكانسر ولا حمل. مش هي الاكتوبيك بيعمل انفيتيليتي ولا لا؟ ما يعملش انفيتيليتي، يعمل صف يوتيليتي. يعني حصل اكتوبيك خلاص شلت التيوب دي بس ما عندناش تيوب ثاني نحمل. خلاص فالتانية صف يوتيليتي. لو حصل اكتوبيك بقى مرة ثانية يبقى كده انفيتيليتي. اوتومي بقى اوستومي انسجن نوت سوتشالت. لكن اوتومي انسجن انسجن سوتشالت. اوتومي يعني بشيلها؟ اوتومي لا. اكتومي. اكتومي. اللي هي ميديكال. مش اسمها ميديكال سيرجري؟ دي ايه؟ اكتومي؟ دي ميديكال سيرجري خالص بشيل خالص. لكن اوستومي دي اوستومي دي صح؟ اوستومي عارفه اوستيم يعني يعني فتحة عارفة تجاوستمي مفتوحة بيتها أوستيم يعني أوبنينج فأنت تفتحيها وتسيبها مفتوحة بقى مفتوحة على الجوزانية كافيتي كده بس إيه اللي يحصل؟ بالظبط مش هتكمل كام يوم وتنهيها بقى خلاص تاني. طب لو أنا خيطتها انسجن وخيطتها ما هي برضه في عملية اسمها كده اسمها سلبنجستومي بقى بس دي اللي هي انسجن وسوتشارت بس دي مشكلة إن يحصل ريكارنس دي قطنة هي ضيقة أصلا في أوستومي وفي أوتومي وما كذبش الاوستومي الاوتومي دي؟ لا هي احسن واحده هي الاوستومي دي الافضل يعني. طب في ميلكينج ما كانش ميلكينج برضه بس كده كافي الكلام ده افضل واحده الاوستومي احسن واحده اكتومي يا ليها اوستومي يا ليها اوتومي مش يا ليها بقى خلاص بقى ريسكشن انسيرس كده دي الوحيده اللي انا شفتها بس ما كانش لالي ما كانش ايه اكتب اوتومي اوتومي مش عارف اوتومي مش عارف اوتومي اوتومي طب يعني كده كله ما كانش ممكن في برضه ريسكشن انسترس يعني الرقم ابو علي انا شفته انت شايف كده بقى يعني ريسكشن انسترس برضه كلام مش مقنع يعني هو انت استنى عشان يعني تشيل حته في النص وتخيطها زي لما كده هيحصل تاني اكتوبيك مع كل كونسيبت كوبريشن دول يحصل الكارتس احسن واحده ايه؟ اكتومي عشان مفيش الكارتس لكن الكونسيبت دي بعملها بس لما تكون اذر تيوب ديزيز او منشال يعني في امل يعني بالظبط يبقى حتى يعني تشيل الحمل اللي في النص اللي فيها وتوصلهم ببعض توصلهم ببعض ازاي يعني اصلا؟ شطور يعني ده السؤال ماشي هو ايه كده؟ اوكي بدل طب لو احنا جايين الاستيب الالكتريك كتير ما احشر مفيش منك بقى اخش اشيل على طول بس قبل ما اشيل مش هي عندنا ليموش عندها شوك في ان شوك وبعد كده الاي دي لابروسكوب او لابوتومي نتيجه بزازر تيوب ودي وذ تيوب دي وذ تيوب ازاي هاو دو دي سيلفينيكتومي او اوستومي او اوتومي او سيكشن انستوليس او ميلكي وذ تيوب سلام ده الليموش لو في بيلبي كيماتوسي بعمل ايفاكيوشن للماتوسي لو في بيلبي كيماتوسي بعمل ايفاكيوشن يا اما ابدومينال يا اما ايه باجر يا اما لاباوتومي يا اما ايه بوستيريو كونتيشن لو سكند ابدومينال بيجنسي لو احنا وانا ما بنخلوش نكمل سكند ابدومينال بيجنسي بعمل له ايه؟ افتح الابدومين لاباوتومي ريموفال للفيتس وريموفال للبلاسينتا وخلاص لا خمس دقيقة بيخش في ابره اصلا مش هتصح في كميه ال من بيت الدم مثلا بالسرنج يعمل انسجن بقى عشان تحط خلاص المهم يعني ده موضوع يكتب موضوع مهم